كان في حلقة من الحلقات يا أستاذ محمود كنت قلت فيها إن صلاة الفجر بتحمي الناس من الجلطات. وجالي كان نزلت على الجه 1.5 مليون تعليق. تعليق. كلهم طبعا إيه تعليقات كويسة ما عدا واحد ما عجبوش الكلام ده، يعني مش مهم يعني. ده كان مؤتمر في ألمانيا. المؤتمر كان بيتكلم على توقيت المرض. خلي بالك سيركيديان ريزم اوف ديزيز، كل مرض بيجي الساعه كام. فانا اللي كان يهمني الشرايين، شريان المخ وشريان القلب. فقال معظم، ما نقولش كل الحالات طبعا، ما فيش حاجه اسمها كل في الطب، معظم الحالات بيجي 8 الصبح. اللي بيقول هذه البيبر الماني ملوش علاقه بينا كويس، ما عدا اللي يقوم وينام. وجاب تفسير جميل جدا لهذه الحقيقه، ان حضرتك لما بتنام الدوره الدمويه بتبطأ، فربنا بيطلع ماده من الجسم تقفل الشرايين عشان يفضل ماشي زي خرطوم الجنين. حضرتك الميه قلت تروح مضيقه عشان تفضل ايه عامل جت فيه كده. فبيضايق الشرايين بماده، هذه الماده لو استمرت ل 8 الصبح ممكن تقفل الشرايين بصوره قاسيه، تجيب جلطه في المخ او في القلب. انما لو قمت ونمت تاني الماده دي تنزل صفر، تبدا من اول وتبدا من جديد، فعلى 8 ما يحصلش حاجه. وبيبر ومعموله بنسب حالات جميله جدا. فانا ساعه ما سمعت الكلام ده كنت حاضر المؤتمر، طلعت سجدت قلت سبحان الله، ده ربنا بصلاه الفجر ما بيعذبناش. لا طبعا. الصلاه خير من النوم. انت لو نمت ضرر، ده مش عذاب. وحضرتك لو تلاحظ ده انت بتقوم على ركعتين، صحيح، يعني 10 دقائق وتنام تاني. فقلتها في حلقة من الحلقات، وبالصدفة وأنا بقولها بقول أنا لو جالي واحد مسيحي وخايف عليه قوي بقول له بقوم ساعة الفجر امشي في البيت واشرب مية ونام تاني. هم عندهم صلاة في الكنيسة. أيوة دي اللي أنا بقولها بقى لحضرتك. لأخونا يعني طبعا عندهم صلاة في الكنيسة بتبقى برضو في تقريبا في نفس وقت. أنا هقول لحضرتك اللي قاله لي بقى. قابلت وأنا أنا كنت في أسوان الأسبوع اللي فات، فقابلت المستشار أيمن فلتس رئيس محكمة في اسكندرية. قال لي أنا ليا لوم شديد عليك. قلت له خير؟ قال لي أنت قلت كذا كذا. قلت له قلت، وقلت المسيح يقوم يلف في البيت ويشرب مية. قلت له قلت كده. قال لي إحنا عندنا صلاة اسمها باكر طبعا، ده في نفس توقيت صلاة الفجر. مظبوط. قلت له سبحان بيقوم الله بيقوم الرهبان في الكنائس والناس في بيوتها طبعا. قلت له سبحان الله، زي يبقى ربنا بيحمي الناس كلها، مش بيخص المسلمين بالحماية، ده الناس كلها بتحمى بانه يقوم وينام. فاتبسطت جدا من هذا التعليق. صحيح. من المستشار ايمن، هو سامعني دلوقتي، ايمن فلتس. لا انا شرفت بان انا زرت مجموعه كبيره جدا من الكنائس والحاجات، في صلاه اسمها باكر، قداس باكر دي الساعه 5 نفس الفجر، نفس وقت الفجر. وممكن ينزل من بيته يروح الكنيسه او يعملها، والمتدين في بيته بيقوم يصلي لو يعني لو يحب، يعني في صلاه زي في صلاة. المسلم المتدين بيقوم يصلي الفجر، وفي واحد ما بيصليش. صحيح. دي اول نقطه كنت عايز اقولها، لان انا اتبسطت جدا من قعدته، هو راجل لطيف جدا جدا. قال لي الاول انا خفت بيقول لي ليا لوم، قلت يا ساتر استر. وبعدين بيقول لي انا رئيس محكمه، قلت لا انا عملت عامله. فقال لي الملاحظه دي فكده. وبعدين سالت بقى من امبارح للنهارده كذا صديق مسيحي، قال لي ايوه الصلاه دي معروفه. انا تعرفت يعني كان حتى هم ليهم صلوات زينا بالظبط، بس هو الناس بتتصور ان الناس المسيحيين بيروحوا يصلوا في الكنيسه يوم الاحد، يوم الاحد بس، ده زي الجمعه عندنا. بس ادي كل حكايه. لما هم طول الوقت بيصلوا في البيت برضو صلوات طول النهار، عندهم صلوات مش زي الخمسه بتوعنا، بس عندهم صلوات. صح. وبرضو مع الغروب في صلاه وكل حاجه. ده اكتر، ده 7 صلوات اظن في اليوم، انا ما اعرفش عددهم، ما اقدرش افتي في حاجه زي كده، بس عارف ان هم عندهم صلوات ما تفتكرش انه هما بيتجمعوا في الكنيسه يوم الاحد زي بقى ما احنا بنتجمع يوم الجمعه في زي صلاه الفجر عندنا، صلاه باكر عندهم. فالاثنين بيقوموا، عشان دي مش عذاب، والله والله ما عذاب، ده ربنا بيحميك. بس هو في نقطه برضو، يعني هو صلاه الفجر مش معموله عشان الناس تنام بعدها، كانت زمان المفروض يبتدي حياته بقى صلاه الفجر، لانه الناس كانت العشاء الساعه 6 في الشتاء، 6 وثلث اقصاها، والناس بتقعد شويه يقولوا شويه اشعار وحاجات ويناموا الساعه 8 بالكثير. فده كان يعني مش فيش اي حاجه فيه صعبه. انا هقول لحضرتك حاجه جميله جدا يعني، بس حساميه. طيب حساميه اتفضل. انا بتخيل لو ابتدينا يومنا بعد صلاه الفجر بساعه او ساعه ونص، رحت شغلي والظهر خدت ريست وخلصت صلاتي على العصر، شغلي على العصر، وروحت بيتي كلت مع اولادي المغرب وقعدت اضحك معاهم للعشاء ونمت،
نفسي اعيش اشوف اليوم ده. ما نبتديش شغلنا الساعه 9 الصبح. لا طبعا، وده موجود في معظم الدول العربيه عشان الحراره. ففي الدول العربيه تلاقي الساعه 12 في استراحه ساعتين ثلاثه، بعض الدول العربيه يعني. ده انا جات لي فكره ثانيه، استراحه يرجعوا تاني يروحوا الساعه 3 4 لما الجو ينكسر. الحراره انا جات لي فكره ثانيه جميله جدا، ما اعرفش صح ولا غلط طبعا. يعني شيوخنا الافاضل، حضرتك اوروبا كلها الساعه 6 الصبح الناس كلها في الشوارع. امريكا 6 الصبح كنا بنبتدي 7، من 7 ل 7 بتبدا، انما انت من 6 في الشارع، في الشارع بتلبس وتروح تركب المترو وتعمل البتاع. اول يوم وصلت في امريكا فانا قايم بقى الفجر، فاكر لسه بقى زي عندنا ساعات، لقيت الشوارع هنا وبتاع، قلت ايه ده؟ ده في زلزال اكيد. الناس هربانه من البيوت، ده زلزال. هم بيبتدوا 7، كله بيبدا بدري. اقول لحضرتك بقى فكره جميله جات لي، اشمعنى الظهر والعصر صمت والفجر والمغرب والعشاء جهر؟ قعدت اسال نفسي برضه حسامية، لو كان غلط حد من شيوخنا الافاضل يصلحوه. الظهر والعصر انا اثناء العمل، لا اثناء العمل، اثناء العمل ممكن معايا ناس ما بتصليش وانا عايز اصلي في المكتب فمعليش صوتي. طب تفسير يعني لا ادبا، شوف الادب واحتراما للناس الموجودين. يعني فعلا انا بقابل هذا الموقف ان انا عايز اصلي الظهر، ما فيش حته اصلي فيها، المسجد بعيد وهصلي في المكتب. المكتب فيه ناس كتير قاعدين، ما فيش مانع يعني، تمام، ما تعليش صوتك عشان هما بيشتغلوا. بس هي صلاه الظهر والعصر زمان في جزيره العرب كانوا الظهر حتى تلاقي في ممنوع انك تخش بيت حد غير لما تستاذن بعد الظهر، بعد صلاه الظهر. الفتره دي كانوا بيريحوا فيها يرجعوا تاني يبداوا اليوم بعد العصر. لا ما هو دي حاجه كانت في الجزيره يعني. انما التفسير ده يركب على عصرنا الحالي طبعا. لا انا اللي قريته ان هو الظهر والعصر عشان الدنيا نور والمسلمين كانوا خايفين فكانوا ما يعلوش صوتهم عشان ما حدش. طب ما اللي بيقول الله اكبر بيقول صوت عالي، ده تفسير برضو. ده كله تفاسير. كله تفاسير، ومسموح جدا ان الناس لما تكون عندها ثقافه معينه انها تقرا وتقول، بس انت هتاخد التفسير من رجاله. لكن احنا بنقول اراءه، ده كويس جدا يعني. دي ايمن فلتس المستشار ايمن فلتس. دي النقطه، دول النقطتين ولا لسه في لا لسه النقطه الثانيه مهمه جدا. طيب. ده هي دي المهمه. طيب. فاكر حضرتك انا كنت معاك في حلقه هنا وقلت لك احنا محتاجين قسطره، وقلت لي قول رقم حسابك وكدا. المليون جنيه فاكر؟ فاكر؟ في شخصيه كبيره جدا في مصر طبعا رافض لما قلت له ان اقول اسمه، بس هو شخصيه كبيره جدا جدا وكان يعني الناس كلها بتحبه. فكلم واحد خير جدا اسمه المهندس خالد عبد الله رئيس مجلس اداره بيت الخبره. القسطره جت لنا تمام. والله تمام، وما احتجناش نلم فلوس ولا الرجل الوسيط دوت عرف من البرنامج ولا من حضرتك؟ لا مننا. هو يعني شخصيه كبيره جدا. انا عارف قال لي بتتكلم عن مين. انا انت عارف بتكلم عن مين. قال لي المهندس خالد عبد الله ربنا يبارك له في ولاده وفي عمله يا رب يا رب. لان المبلغ كبير اللي دفعه ودفعه وبدون تفكير. قال لي القسطره دي مش هتخدم ناس طبعا كتيره طبعا وهتشيل قوائم انتظار. قلت له والله. قال لي بكره الشيك يطلع، والشخصيه الكبيره هو اللي بشرني بتليفون. قال لي مهندس خالد كان يوم لا هو كان يوم حلو جدا. اوله قابلت فضيله شيخ الازهر عشان المحاضره بتاعت بكره ان شاء الله بكره. واخر اليوم كان الشخصيه الكبيره بتكلمني تقول لي الشيك اتمضى. المهندس خالد عبد الله بارك الله فيه وفي ولاده وفي عمله. مضى لكم الشيك بثمن قسطره. تخيل بقى ان احنا بدل ما نقعد. ده شيء جميل جدا، لان انت يعني هو مصر مصر استاذ خالد تبرع وما يعرفش مدى فايده هذا الجهاز، لانه في طوابير قوائم انتظار كتيره جدا، فده حل مشاكل كتير ويساعد ناس كتير يعني. اكتر حاجه وجعتني في القسطره احنا بنكلم العيان عشان يجي، ما هو واخد ميعاد بالشهرين ثلاثه. اكتر من مره اسمع البقاء لله.